سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان. اهلا بيكم ومرحبا ببرنامجكم الشيف. النهارده عندي الاستراجانوف، ممكن اعمله فيل استراجانوف، ممكن بيف استراجانوف، تشيكن استراجانوف. كلمه استراجانوف دي على الطريقه الروسيه راشيان فود، او على الطريقه روسيا بتعمل اكلات معينه وبتبقى دايما لها اسماء دوليه، زي ما انا عندي البيتزا في ايطاليا، عندي البريد دامبلينج في المانيا، عندي الستيك او الهامبرجر في امريكا. روسيا الاكله الوحيده اللي هي بتطلعها ناشوناليتي اللي هو الاستراجانوف. عندي مقاديري دقيق وديمجلاس وبصل وخيار مخلل، وعندي خيار فلفل اخضر، كريمه لباني وزعتر ورق لورو، زيت عباد الشمس، ملح وفلفل، هنقدمها مع النودلز. النهارده بشتغل بزيت عباد الشمس، هنشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. عندي الميه بتغلي، ادي زيت عباد الشمس، بسم الله الرحمن الرحيم كده. عندي النودلز اهي، كده بهبط، ادي شويه ملح، طيب يبقى كده. اول حاجه استغليناها لزيت عباد الشمس النودلز، بعد كده هبدا اشتغل واشوف نعمل الفيل استراجانوف ازاي. ميه تاني، عندي طاسه على النار لازم تسخن جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، خلي على جنب. يا استاذ زياد سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا زياد؟ الحمد لله. امرني يا قمر. عايز اعرف طريقه الكفته المشويه. على عيني يا حبيب قلبي، اشكرك على اتصالك، شكرا لزياد. كده هنا عندي ادي اللحمه، بتبقى شرايح لحمه كده زي ما حضراتكم شايفينها اهي كده، ديت بقطعها كده رفيعه خالص اهي، شرايح بتعمل بالفراخ، بصدور الرومي، باللحمة البتيلو، باللحمه البيف، زي ما حضرتك عايزه تعمليها اعمليها، ما تقلقيش منها خالص. هنا بقى لما انا حطيت زيت عباد الشمس معايا في سليق المكرونه، بيمنع التلاصق مع بعضيها عشان ما تلزقش مع بعضيها كده. عندي هنا ادي شويه زيت عباد الشمس، عايزهم يسخنوا جدا. عندي هنا ادي اللحمه، شويه دقيق مش كتير، زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهو، عايزها تسخن جدا، ننقل دي على العالي ونخلي دي كده هنا عشان تسخن معايا، ونشوف الدنيا معايا ماشيه ازاي. هقلب المكرونه بتاعتي. استاذ عمر الو، ازيك يا عموره؟ بس الحمد لله، ازيك يا شيف؟ امرني يا حبيب قلبي.
بس عايز اعرف النودل مضرة ولا يعني صحية زي ايه هي ايه هي ايه هي النودل النودلز اللي هي بتتباع في المحلات دي نودلز انا بعملها بس دي طريقة تانية غير طريقة النودلز اللي انتم بتقولوا عليها لكن هقول لحضرتك حاجة انا عارف اي حاجة بتنزل في السوبر ماركت بتبقى اكيد منظمة الصحة العالمية بتعمل عليها تشيك او وزارة الصحة بتعمل عليها تشيك قبل ما بتعملها ولكن هي نصيحة مني الشيبس الكتير غلط لان فيه مواد كموية برضو النودلز تتكلم عليها دي كتير فيها غلط لكن لما اخد منها وجبة كل اسبوع انا مش هتعمل حاجة لكن لما اكلها كل يوم غلط يعني هو برضو عشان دي للاطفال والاطفال بيبقى عندهم جهاز المناعة ضعيف شوية يبقى مش محبوب ان ناكل كلها كل يوم من النودلز لكن حضرتك ممكن تاكل مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع انا ما برجحش الاكل اللي هو المعلبات او اللي فيه مواد حافظة اكل منه كل يوم لكن انا ممكن اكل منه مثلا مرة واحدة بس في الاسبوع وبالتالي مش هيحصل لي اي مضاعفات او اي تأثير عشان انا لو كترت منه ببقى مش كويس برضو في حاجات كتيرة اللي هي البطاطس اللي بتتباع في الكياس والحاجات دي فيها كذا نوع في السوق يعني انا بقولش لا ما ناكلش لا ناكل منها كل حاجة بس بكل حاجة ليها مقادير معينة انا اقدر استخدمها طوال الاسبوع مش لازم كل يوم يبقى شنطتي فيها كيس واثنين وثلاثة خلينا في الفريش افضل بكتير 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 بشكرك يا استاذ عمر طيب عندي بصل ست ام هنا صباح الخير يا ست ام هنا ازاي حضرتك يا فندم بجد تسلم ايدك على الاكلات الجميله دي الله يسترك ويكبر بخاطرك صباح الخير يا شيف صباح صباحك جميل كده كل يوم صباحك عسل يا ست الكل ربنا يخليك صباحك هنا وعسل تفضل ليك اي سؤال ربنا يخليك انا كنت عايزه شاورما الفراخ على عيني يا فندم حاجه تانية بشكرك تحت امر سعادتك خدام سعادتك حاضر شاورمة الفراخ حاضر الفراخ قطعتها زي ما انا مقطع كده اللحمة حضرتك رفيعة زي ما انا قطعت اللحمة كده هتقطعي صدور الفراخ هتتبليها بزبادي وشوية كركم مية بصل مية طماطم شوية كمون ملح وفلفل شوية زعتر شوية زيت زيتون كل ده بخليها تتبيلة لمدة نص ساعة أو ساعة كل ما تخليها أكتر كل ما تكون أفضل بعد كده بعد ما تبلتيها حضرتك بجيب طاسة زي ما أنا عملتها كده حامية جدا بنزل بالفراخ بتاعتي وبنطقها عشان ما تجيبش ميتها زي ما أنا عملت في اللحمة كده بحافظ إن أنا ما أجيبش مية الحاجة اللي عندي اللي بشتغل بيها عشان لو جبت ميتها فقدت معنويتها كده بعد كده حضرتك بتكوني جايبه فلفل جوليان وبصل جوليان وطماطم جوليان وشويه بقدونس بتقطعيهم نفس التقطيع اللي قطعتها الرفيعه اللي هي بتاعت البصل دي وهوريلك الفلفل ازاي بنقطعه جوليان ده اللي هنقول عليه كلمه جوليان كده بعد ما عملت كل حطيت الفراخ على النار مع حبه زيت زيتون ما جابتش ميتها على طول بتحط معاها الخضروات اللي انا قلت لك عليها البصل والفلفل ادي جوليان كلمة جوليان رفيعة كده اهي كده ممكن تجيبها بالعرض ممكن تجيبها بالطول بعد كده تديها شوية بقدونس وتديها التوابل بتاعتها وخلاص تطلعيها ممكن تحطها في عيش شامي ممكن تعملها في اطباق زي ما انت عايزة هتبقى معاكي احلى شاورمة فراخ في الدولمة اشكرك كده هنا اتكلمنا على شاورمة الفراخ ده الفلفل بتاعي ممكن اديها خيار مخلل ممكن ما اديهاش ادي المشروم كده ادي المشروم يا
يبقى عندنا الاستراجانوف بزيت عباد الشمس، ادي المشروم اهو، زي ما حضرتكوا ده شايفين هو بيبقى براون ما يبقاش فيه صلصة، لكن عايز تحط معلقة طماطم بري واحدة حطي، لكن انا شخصيا بحب اعمله من غير طماطم بري. ست زهرة. الو زهرة. ايوه انا زهرة. ازيك يا ست زهرة؟ صباح الخير. الحمد لله. وامور يا قمر. صباح النور. وامور يا زهرة. انا عايزة الوافل. عايزة وافل. وافلز؟ اه. على عيني. حاجة تانية يا ست العرايس؟ لا شكرا. ميرسي ليك يا حبيبتي. كده ورق اللور اهو كده، ادي شوية زعتر، ادي ملح، فلفل اهو، زي ما حضراتكم كده شايفين. بعد كده عندي دمجلاس اهو. يا صباح الخير يا ست الحاجة. ماشي. ست ام سيف يا ريت تكلمينا تاني عشان الخط قطع من عند حضرتك. صباح الفل على ست ام سيف. كده هنا ادي دمجلاس بتاعي بدوبه. اهو ده الدمجلاس بتاعي حطيته. هنقول حطينا ايه هنا تاني من الاول للاخر عشان نبقى مع حضراتكم مع بعض عايشين بنشوف احنا بنعمل ايه. انا حطيت هنا زيت عباد الشمس كريستال كده عند المكرونة خلصت اهي. بعد ما حطيت الزيت نزلت باللحمة بعد ما حطيت لها شوية ملح شوية دي سوري، وشوحتها في الزيت عشان ما تجيبش ميتها. بعد كده بعد ما شوحتها نزلت عليها بالبصل، لان عايز البصل يبقى حي قدام مني ما يبقاش معدوم او مستوي جدا اهو. بعد كده اديها خيار مخلي، اديها ورق لورو، كل اللي انتوا عايزين تدوه لها شغال معاكي مفيش مشكلة. صباح الفل على القمر. الو الو ست ام سيف. صباح الهنا. صباح النور. ازيك يا سيدي؟ صباح كل حاجة حلوة في الدنيا يا ست الكل. الله يخليك يبارك فيك. ان شاء الله تكوني بخير وبصحة جيدة يا ست الحاجة. الحمد لله الحمد لله. نشوفك انت احنا بخير كلنا الحمد لله. دايما بخير وبنعمة يا رب دايما بخير. الله يخليك يا سيدي. عامل ايه؟ كويس؟ في نعمة والله. طول ما حضرتك بخير. قاعد تعمل شاورما دلوقتي ولا ايه ده؟ نعم. شاورما دي ولا ايه؟ الو. ايوه ايوه. صباح تعمل شاورما. صباح الفل على ست الكل. نهارك صباح النور يا سيدي. نعم انت عامل ايه؟ كويس. بقول لك عايز تعمل شاورما؟ لا انا بعمل بيف استراجانوف على الطريقه الروسيه، لكن عايزاها شاورما اقلبها شاورما على طول. انت احلامك اوامر يا ست ام سيف. تسلمني. تسلم يا حبيبي. صباح الهنا. صباح الهنا على دوم. يا شبك بخير يا رب. يا صباح الفل على ست الكل. نهارك قابض يا حاجه. ربنا يخليك لينا يا ست ام سيف. بصوا حضراتكم كده ده البيف استراجانوف اللي هو على الطريقه الروسيه اهو. صلاه النبي احسن كده. انا عايزه بقى يستوي ونشوف وصلنا لايه. لسه عندي كريمه لباني. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. يلا كده احنا شغالين صح قوي وبنعرف نطبخ. ماشي. المخرج بيقول انت اشتغلت طباخ قبل كده؟ شكيني يا عم ابراهيم. عم ابراهيم بيصبح عليا بيقول هو انت اشتغلت طباخ قبل كده؟ لا اشتغلت بتاع دوره. اشتغلت بتاع دورة مشوي.
بتاع جرجير. ماشي. عندنا هنا الستاف ما شاء الله كل واحد بيزود مهنته بعد الشغل. كل واحد اللي عنده عربيه دوره عربيه فشار واللي عنده عربيه جرجير بيطلعوا يعملوا نقاط ويزقوهم بره الحمد لله يعني. ملناش دعوه بحد يا عم الحاج، احنا ما بنتكلمش في السياسه، احنا ملناش دعوه بحد. في حاجه اسمها باترد نودلز. ايه هو الباترد نودلز ده اللي هنقوله بعد الفاصل. هستاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اقعد على المحطه هتروح اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنغرف البيف استراجانوف. لكن تتخيلوا من كل راجل مخرج عندنا محترم كده واقف لي في الارضيه وليه جايب لي طاسه وجاي ويقول لي شحتنا حبه مكرونه وحبه استراجانوف. يا ابني طب استنى اما نخلص الحلقه يقول لازم اكل منها دلوقتي. وراجل وقعد في ايده البتاع اهو البوله وبايده الشوكتين وعاملين ياكلوا مع بعضهم الاثنين، هم خطفوا الاكل من قدام مني. والمخرج يقول له عيب كده، يقول له لا مالكش دعوه. ماشي ماشي يا ابراهيم يا عز، روح كمل اكلك تمشي. هخليك تندم انك تقتل. بتهيألي بعد كل ده انا مفيش هجيلك نفسي تاكل. صح كده يا عم تمام؟ يعني انت خليت ايه الجماعه بتوع الاكسسوار الغلابه؟ لما تخش تخطف الاكل من قدام مني. يا ساتر. لا ويقول لي ايه هبوظ لك الحلقه. بص وصل البلطجه جت لغايه كده. يقول لي هبوظ لك الحلقه وما ادتنيش ال شويه باتر نودلز. انا اللي غلطان. بص انا كنت مجهز له قرنين شطه احطهم لهم بس خدهم وجري. خدهم وجري. سنة كريمة لباني لكن ممكن ننزله من غير كريمة لباني. هو كده زي الفل. وطعمه يبقى جميل حتى سأله ابراهيم. اقعد بلغه بره. كده؟ ابراهيم عز بيقول لي وحشة. هو لازم يعني يغطي عليك. بقول لك ماما بتعملها لنا واحنا عندنا 3 سنين. طيب طبعا الحاج اكلها لا يعلى عليه. اي ام او اي ست بيت اكل. يا عم ابو عصام صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا غالي. انا مش عارف حظي امبارح فصلت المكالمه مرتين يا حبيبي. والله احنا حاولنا تاني ما عرفناش وهي قطعت من عندك مش من عندنا. والمرة الثانية معلش من عندي كان في خطأ. ما الحمد لله عشان ما ظلمناش. وانا عايز اكمل لك الحلقة بتاعتي انا. يا اتفضل اتفضل احنا معاك. يلا معاك. احنا Come on.
الله الله عليك يا ابو حسام يا غالي، الله عليك يا ابو حسام يا غالي. تسلم 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 لي يا عمي. انت مع... انت فين يا ابو حسام؟ سبتني ورحت فين يا ولاد؟ ابو حسام راح فين؟ صلاة النبي عليك يا ابو حسام يا غالي يا غالي يا غالي. كده الواحد بحس كده اننا لسه بخير، اللي زي ابو عصام موجود لسه في الدنيا بخير، بخير. راجل محترم جدا، ربنا يديله طول العمر والصحه. الراجل ده كان مركزه في وزاره المعارف السعوديه، كان منصب كبير جدا على درجه وكيل وزاره، وبعد كده بقى من كبار علماء في المساجد هناك. عنده مسجد في مدينه كبيره جدا هو الامام بتاعه، راجل محترم جدا. وقابلني في السعوديه مقابله جميله جدا هو وكان احفاده معاه، وراجل خيره علينا يعني، الله يبارك له الله يبارك له. كده هنا هنشوف بقى حضراتكم هنعمل ازاي. كان نفسي اسمع ابو عصام تاني بس تقريبا الخط قطع او الاغنيه ما اعرفش خلصت ولا ايه الدنيا ماشيه ازاي. هنتكلم دلوقتي على الكفتة. طيب عملنا الاستراجانوف خلاص يا عم ابراهيم. يا حبيبي بقالي ربع ساعة يا حبيبي، صباح الفل. انا اسف يا عم ابراهيم، سامحني حقك عليا. العتب على النظر. لا لا نظرك ستة على ستة واكبر. صباح الفل. نهارك ابيض. بقول لك ايه؟ تؤمرني يا عمي. ابراهيم والمخرج وكل اللي زعلك هنجيب عربيه النهارده وناخدهم. اهم حاجه تخلصني من اللي معايا هنا تحت. ابراهيم عز ده عايزين هو مش عايز حد يختفى، ده هو واحد بس هياخده على طول. اه مام هو مش من زمان انت متخيل كده يعني، فهو قريب يعني. يعني ابراهيم الله يخليك يا شيف. طب هات لنا 5000 فرخ. عايز اكل السكر والله، اكل عشان السكر. انت عندك سكر؟ اه والله عندي سكر بقاله 14 سنه. احمد ربنا غيرك ما عندوش. الحمد لله. مين ما عندوش السكر يا عم ابراهيم؟ مين في مصر ما عندوش السكر؟ ما علينا. هو السكر ده مرض يا اخوانا، ده سيمه العصر. انا بزعل اول واحد يقول لي عنده السكر. هو مين في مصر ما عندوش السكر؟ اه والله لو ما عندوش السكر يبقى عنده شاي. عمي ابراهيم السكر صاحبه يصاحبك، والف سلام عليك طبعا. كلنا عندنا السكر، ولكن ما نقدرش نحرم نفسنا على الاكل، لكن هنمنع عندنا حاجات اربع سموم بيضاء اللي اتكلمت عليهم قبل كده. الدقيق، السمنه، العيش، الملح. السموم البيضاء دي ابيض، ملح، سكر، سمنه، دولت لو احنا مش هنقول نبعد عنهم لان جسمنا محتاجهم، لكن نقل منهم على قد ما نقدر. انت كل مشويات زي ما انت عايش، زي ما انت عايش معاها، كل شوربه مسلوق زي ما انت عايز، كل اسماك للصبح زي ما انت عايز، بس مش مقلي طبعا. فاحنا عندنا لو احنا تراشينا عن السموم البيضاء ربنا هيكرمنا ويبقى كويسين. يا عم ابو سيف سلام عليكم. عم ابو سيف الو، عم ابو سيف. طيب هنقول دلوقتي حضراتكم عندي كفتة، عندي كفتة بحشو الجبنة، كفتة بحشو الجبنة. هنشوف حضراتكم هنعملها ازاي. هنشوف هنعملها ازاي دلوقتي. ما عندكش واحدة صغيرة زي دي يا سيد؟
يا عم ابو عصام يا شريف يا حبيبي انا مش عارف ليه حظي كلامك جميل وحلو و مش قادر اكمل الاغنيه لانه كنت عايز احط المقطع الاخير بس والله والله اغنيتك كده شبعتنا وشجعتنا وخلتنا كده في طارين من الفرح. اغنيه طويله اغنيه طويله بس ايه انا كنت عايز احط عن مكه بس انما بقول لك ايه بقول لك مصر واهلها في خاطري احبهم من كل روحي ودمي بس هذا اخر كلام انا بقول لك فيه. انت بتعشق مصر وعاشق مصر ومصر بتعشقك. وما انت عارف انا اشوفك امتى ان شاء الله نشوفك عن قريب يا رب يا رب. حد يكره انه يروح عند رسول واراضي الطاهره؟ وريت ربنا يديك الصحة وتطول عمره وتيجي تقعد معانا هنا يومين. هتشرفني هتشرفني والله يا عمي. اشكر عم ابو عصام على كلامه الجميل الحلو. الراجل بحاول يعمل اي حاجة عشان يوصل لنا وعشان يتكلم معانا من امبارح النهاردة بحاول عشان يتصل بينا. يعني يشكر جدا عم ابو عصام على مدخلته الجميلة. الراجل الرقيق الطعم الحلو اللي خيره علينا. عندي لحمة بحشو الجبنة، لحمة مفرومة بحشو الجبنة، عندي لحمة مفرومة وعيش تست، جبنة حلوم وبقدونس وبيض وبصل وتوم وزيت وملح وفلفل. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي بطريقة جميلة وبطريقة حلوة انا ما عملتهاش قبل كده، لكن هنعملها مع بعض دلوقتي وهنشوف هنعملها ازاي. ده اللي هنشوفه. عندي بقى ادي البصل والتوم، ادي العيش التوست بعد ما بليته بشويه لبن اهو، بعد ما بليته بشويه لبن. شكرا يا عم. اكلت عجبك ال اهو وانا شغال واحد بيضايا اهي. شوية بقدونس، شوية لحمة، بضايا كمان، صلي على حضرة النبي واشكر الله. اريح المكنه شويه ما افضلش عليها عشان ما تعبش مني. صلاتك يا سيدنا محمد، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. في مطبخنا نبتكر ونعمل الجدير عشان خاطر بيتنا واطفالنا وعيالنا يبقوا مبسوطين وباكلوا مستمتعين، وما نبصش للدليفري اللي بيجي من بره بالشيء الفلاني ويقول لك احنا عايزين مش عارف ايه وناكل ايه ونغير ايه. فخلينا في اكلنا الافضل. يعني عندي حبه ملح وفلفل اهم، المهم بقى يا جماعة أنا ساعات بشتغل كده على الهواء وأنا مش عارف رايح فين ولا جاي منين، وصدقوني ما بـ 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 والله أقسم بالله أنا بقول لكم كده كلام أونطة. يعني أنا بعمل الكفتة دي ومش عارف أنا هوصل معاها لإيه
لكن سبحان الله تعالى الواحد وهو شغال كده ربنا بيديله حاجة يقول لك اعمل كده سوي كده، يعني بحس ان هو في الاخر بيعرف يطبخ، هو اللي بيعرف يطبخ ولا حاجة، هي بتيجي كده معايا معانا بالبلدي كده. هو انا عملت العجينة كده بس مش عارف هوصل ليه في الاخر وهنعمل ايه، بس نطلعها وادي احنا بنعك وربنا يعني ايه يصبركوا علينا اهو. يا عم محسن، عم محسن الو، سلام عليكم يا عم محسن. وعليكم السلام يا سوبر ستار قناه تي بي سي سفرة. اهلا يا عمي، اهلا اهلا اهلا. والله يا عم انا مش عارف اقول لك قد ايه انت بص يعني خليتنا ما نتفرجش على اي حاجه غير تي بي سي سفرة. اوعى تغير محطه ولا تقع في اي حته. اي حاجة بجد انا والله بكلمك بجد اقسم بالله انا سايب شغلي دلوقتي وجاي مزوغ من الشغل، لقيت المدام عندي فتحة تي بي سي سفرة وتقولي الشيف شربيني بص انا صبح ليل وانت كده هتدخلي مشاكل في قلب البيت عندي يا شيف شربيني. برضو انت تاني. انا عايز اسالك سؤال بس، انا انت بتاكل ولا بتاكلش؟ بتاكل ولا بتاكلش؟ انا والله باكل لما كرش بص يعني. يعني بتستمتع ولا لا؟ بتستمتع ولا لا؟ عشان الست بتستمتع بالاكل ولا لا؟ كل ما تشوف انت بتعمل طبخه زي المكرونه بالالوان تيجي تعملها تقول لي عايزه المكنه ومش عارف بس يعني. لا لا كده وقعتها في شر اعملها، معلش. صباح الفل. بس يعني مش مهم طول ما احنا شايفينك وانت بصحه وسلامه كده اهو، احنا بص فرحانين ومبسوطين بيك قوي. ربنا يخليها لك ويخليك ليها، ودايما عمران بحسك، واصل كده كده هتغرم لما تغرم في البيت احسن ما تغرم في المحل بره، لان اللي هجيبه في البيت هيعود عليك لكن في المحل مش هيعود عليك. صباح الفل على عم محسن من الامارات، بشكرك على اتصالك وربنا يخلي لك للمدام ويخليك للمدام. اشكرك يا عمي كده هنا. يا عم مصطفى سلام عليكم. يا مصطفى. ايوه ازيك يا عم مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه يا جميل؟ الحمد لله كويس. امرني يا حبيبي. ينفع اتعلم ازاي الوافل في الشاشه؟ نعم الوافل. انا نزولك على الشاشه الوافل يا مدام من النبي لو سمحت على الشاشه عشان الاستاذ معمر، عشان الاستاذ ما يزعلش مني. عم مصطفى مدام عجنت الوافل من فضلك، استنى بس اشوف لك المدام هنا والرقوه. بص بقى يا مصطفى ما تقعناش في شر عمل دلوقتي، لسه كنت اقول المدام راحت تولد ومش موجوده في الكنترول، لا هي نزلت لك بقى الحاجه وانت ما خدتش بالك. ما تجيبليش الكلام من الناس بقى انت بقى كده. اصحى معايا عشان انا لسه كنت هلاقوش في الكلام، لقيت الوليه قاعده صاحي اهي وجاهده ما فيش لسه ما راحتش تولد. ما يا عم مصطفى هتوقعنا مع الناس ليه بس؟ انا اسف يا حاجه هدى. هيوقعنا بس مع الناس كده. هعمل لك ايه بس يا مصطفى كده هنا؟ يبقى احنا بنخترع بقى، هنبدا نخترع اهو. طيب استاذنكم مش هعمل حاجه لما ارجع لكم تاني، هكور بس الكفته دي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. فاصل وارجع لكم تاني اهو. غير المحطه واطرح في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وزي ما بقول لحضراتكم بقعد اعمل اختراعات كده وحاجات افتكاسات زي ما بيقولوا عشان اعمل حاجه جميله. فانا فكرت ان اجيب الكب كيكس دوت، الفورمه بتاعت الكب كيكس، وانا عندي لا الجبنه بحشي بيها اهو زي ما بعمل الكبيبه بس بطريقه تانية خالص، وبقفل كده اهو. حطيت شويه بقسماط مع الزيت اللي انا دهنت بيه الصينيه عشان تحسبا ممكن اطلع خايب وتلزق مني والمخرج بتاعي يضحك عليا ولا حاجه، فانا بعمل ايه؟ بامن نفسي كده. ادي حته الجبنه بحطها اهي وبقفل عليها بنفس العجينه. وبعدين مش عيب انها هنجدد في مطبخنا، وبعدين باظت هنعمل غيرها مش مشكله، ما احنا المخرج بيسامحني. هو انا اول مره ابوظ حاجه، ما انا على طول عمري ببوظ الحاجه يعني كده. وبعدين برضو واحد مش عارف كان بيعد معايا دلوقتي، بقول له عد دول كام؟ عدهم غلط صح؟ وراح فين اللي كان بيعد؟ ماشي كده اهو. يبقى عندي ثلاث حتت اهو برضو مش هرميهم لان لازم انا اعملهم عشان برضو عندنا ان ايه الناحيتي هنا كتير. بص عشان قلت لك عد قلت لك 15
ما طلعوش 15 طلعوا 20 طلعت انا بعرفش عيب شويه بقسومات اهم كده نجيب دول كمان اهو اهم حاجه حضراتكم زي ما انتم شايفين حبه الزيت دول عشان ما تلزقش مني لان ما فيهاش اي ماده دهنيه كده اهي هنعمل ايه بقى هنزوقها دلوقتي باي حاجه كده عشان يبقى منظرنا حلو وجميل كده ادي واحده اخيره اهي الجبنه العكاوي او جبنه الحلوم لما بنحشي بيها الاكل بتسيح جواها بتبقى طعمها جميل جدا وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع حضرتك كده انا اشيل الليله دي بقى من هنا يا عم ابو سليم عم ابو شكشر بيني يا مرحبا يا عم ابو سليم كيف حالك اخبارك في نعمه والله يا عم اخبار حضرتك ايه تمام الحمد لله شكشر بيني انا بس كنت عايز اقول لك حاجه واستفسار كده اتفضل يا فندم كنت عايز اعرف بس هي في برنامج هو اسمه نص مشكل اللي رانيا الجزار هي ليه بتجيب ناس معاها وتشوف وتفضل يعني تفضل تعكنن عليهم وتغلس عليهم وتحس ان هي بتحقد عليهم ليه 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 يعني انت لما حد بيكلمك بتقول وحش بلاقيك انا بتصور بلاقيك انت عمال تتكلم عن الناس كلها بشكل حلو وذوق مش ممكن بجد انت لما اي حد اسمع لحد بيهاجمك وبتاع ايه ده انت يعني انت مثل في الذوق والاخلاق اما هي تبدا تبص لهم مبصات غريبه وعايزه تمسك منهم الحلل بس حضرتك هي يعني هي ما بتشتغلش هوا هي بتشتغل تسجيل فحضرتك على ما اعتقد يعني حتى لو غلست على حد ما فيش حد بيوصل له يعني وبعدين احنا الحمد لله يعني احنا حضرتك ما دايما ما بنحبش ان حد يتضايق مننا ده احنا جايين بنعمل كل حاجه عشان نراضيكم لان احنا لا نملك ان نضايقكم ولا نقدر نضايق اي حد خالص في الساده المشاهدين اللي احنا بناكل عيش من وراكم فلازم نحترمكم اكتر من انفسنا لان انتوا اللي بتاكلونا عيش وانتوا نسبه المشاهده بتاعتكم دي هي اللي بتخلينا فوق السماء لكن 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 حضرتك هي ممكن تكون ما بتضايقش حد لكن ممكن من وجهة نظر حضرتك فطبعا لازم نحترم وجهة نظرك وهنشوف الموضوع ده ايه حاضر لكن احنا كلنا هنا ككاست جايين لحضراتكم بس مش لحد تاني جايين نراضيكوا ونفرحكوا وصدقني انا والكاست اللي معانا بنحاول نعمل اي حاجة نضحك ونهرج ونغلس مع بعضينا مش معاكوا عشان نضحككوا ونفرحكم بس بوجودنا معاكم في خلال الفتره اللي احنا واقفين على هوا عشان ما حدش يتضايق مننا بنحاول نخلق خفه الدم للارضاء حضراتكم ولكن حضرتك مش عارف بالظبط الموضوع ده وصل لحضرتك ازاي لكن هنشوف الموضوع ده ايه بالظبط عشان اللي يهمنا حضراتكم ما حدش يزعل اطلاقا مننا شكرا لاتصالك يا حبيبي وانا اسف ان كنا بنضايقكم برضو بعتذر كمان مره للساده المشاهدين لو حد اتضايق مننا ولا حاجة فاحنا بنعتذر كده هنا اهو طيب اخر واحدة اهي كده مش عارف هتطلع حلوة تطلع مش حلوة الله اعلم رزق ورزقه على الله نخش بقى الفرن بقى بسم الله الرحمن الرحيم شوف المخرج بيقول لي الله يسامحك بيقول لي انت جاي تتعلم ازاي انا فرس اليتامى ايه يا عم الحاج ماشي يا عم ماشي مش بنشتغل مع بعض ونعمل تجارب مع بعضينا وهي لما تبوظ ما بزت على الهوا انت بتجيب لي البتاع عشان ما بص يعني طيب ماشي كده حضراتكم الابتكار مطلوب مننا واحنا شغالين والله انا بحلف بالله ان انا وانا شغال على الهوا وبعمل الاكلة دي ولا انا عامل لها حسبان ولا عارف ان هي هتطلع ازاي وربنا بيكرم بقى يعني احنا لازم ايه مش نيجي زي ناس تقعد 3 4 اسابيع يجربوا ويفشلوا ويجربوا ويفشلوا ويجربوا في الاخر يطلعوا على الهوا يعملوا حاجة برضو يفشلوا احنا بنعمل كله بالبركة وطول ما انت بتعمل شغلك بالبركة وبتسلمها لله ربنا هيكرمك كده هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. منك لله يا سيد. المرة الوحيدة هعتمد عليك تحط لي حبة ماء على النار تفصل لي الدنيا كده. هنا عندي أكلة تانية برضو خفيفة وجميلة، وزي ما بنقول لحضراتكم عايزين نجدد في مطبخنا عشان محدش يزهق مننا. سلام عليك يا ست ام يوسف. يا ست ام يوسف ازيك يا شريف؟ صباح الهنا يا ست ام يوسف. ايه الاخبار؟ والله في نعمه الحمد لله يا ست ام يوسف. اخبار حضرتك ايه؟ منور الشاشه والله يا شريف. انت منوره التلفزيون بصوتك الجميل. الحمد لله. اموريني حضرتك اموريني. لو سمحت عاوزة طريقه البيتزا. نعم يا فندم. طريقه البيتزا على عيني يا فندم. حاجه تانية؟ لا متشكرة. بشكر حضرتك على اتصالك. هات لها البيتزا لو سمحت يا مدام هدى. عندي بقى النهارده كبدة الدجاج بالمشروم والثوم والكزبرة الخضراء. عندي بصل، ثوم، جنزبيل، مشروم، كبدة فراخ، مكعب مرق، كزبرة، كمون، عصير ليمون، خل، كزبرة خضراء، ملح وفلفل وزيت. واخد فاس وارجع لكم تاني وهضر المحطة واضربوا واحد. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع حضراتكم. طبعا عايز اقول لكم على حاجة. مكون عندنا كبة او حاجة زي اللي انا بشتغل فيها دي، المفروض لما بنيجي نشتغل بيها بنغسلها كويس جدا، لان التروس بينها هنا هوت لو ما نغسلتش كويس ممكن تعبي بكتيريا، ممكن تعبي اي حاجة. فأي مكنة زي كده اللي أنا بنضفها دي قبل ما اشتغل بيها أتأكد من نظافتها، لأن أنا سايبها من امبارح وغسلتها بس ما غسلتهاش كويس ممكن تسبب لي مشاكل صحية. كده الحمد لله نضفناها. عندي كبدة فراخ اللي قلنا عليها قبل الفصل، نرجع نقول مقاديرنا تاني. عندي كبدة فراخ، بصل وتوم وجنزبيل ومشروم وكزبره ناشفه وكزبره خضراء، وعندي زيت وعندي مرق، عندي عصير ليمون، كمون، خل، ملح وفلفل. يبقى قبل اي حاجه بعملها ادي الميه بتغلي على النار، ادي الليمون، الخل سوري اهو، ادي شويه ملح، وادي الكبده بتاعتي اللي انا هنزل بيها اهي. مش كتير عشان خاطر انا هشوف الدنيا ماشيه ازاي. ابص على الكفته بتاعتي بقى عشان لسه ما عملناها شويه صلصه، والمخرج بيقول لي شكلها طالعه فاشله وده مش جديد عليك. بصوا حضراتكم اللي بتهمني بيقول لي فاشله وبيقول لي مش جديد عليك، يعني ممكن كلمه فاشله دي اعديها بس كلمه مش جديد عليك يعني انا فاشل، الله يسامحك. طيب بصوا اهو اهو كده حضراتكم، بس لازم نحط لها بقى شويه صلصه معاها عشان تبقى حرشه كده. الله، صلاه النبي، صلاه النبي، صلاه النبي، النبي اللي اوريك يا لفالي. ايه اللي ايه دي اوروبي. طيب خلينا في كبده بتاعتنا، نديها بلانشيه عشان تبيض معايا ويبقى شكلها جميل وحلو وعاطفي اهي. ادي التوم بتاعي مع الزنجبيل او الجنزبيل. ست ساوسن سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا ست ساوسن؟ الحمد لله. واموريني سعادتك. الامر لله. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخ انا عايزه اعمل السبيط المقلي. ليه يا فندم؟ السبيط المقلي. السبيط المقلي على عيني. حاضر يا فندم. تسلم عينيك وشكرا على الحاجات الجميله اللي انت بتعملها. خدام سعادتك يا فندم. اشكرك على اتصال حضرتك، شكرا ليك يا فندم. كده هنا الو الو، مساء الخير.
ماشي. طب هي دي، ما هي دي اهي، عايز اعرف فيها ايه. طيب نشيل دي كده الاول، نحط دي كده، يمكن كتير عليها ولا حاجه، نحط كده شويه صغيرين. لا ده ما بتلفش. طيب خلينا في الكبير. معايا الاكسسوار هنا ما شاء الله عليه، اذكى جدا. ست رحمه سلام عليكم. الو الو، ازيك يا ست رحمه؟ امور يا فندم. عايز اعرف طريقه المكرونه. انهي مكرونه فيهم بقى؟ اللي انت عملتها امبارح. حاضر يا فندم، بشكرك على اتصال حضرتك. اللي انا عملتها النهارده يا جماعه اسمها الباترد نيدلز، او يعني مكرونه بالزبده، سهله قوي. باخد حب الزبده سوتيه مع فص توم، حبه زبده سوتيه مع فص توم، وشويه بقدونس وملح وفلفل، وبسقط بيها على طول. بسخن الزبده على النار وبسقط بيها على طول، سهل جدا، ما هياش حاجه عويصه جدا اللي احنا عملناها. بس لكن هو اللي احنا العويص شويه اللي هو البيف استراجانوف، هنقول لكم عملنا ازاي دلوقتي. حاضر، على عيني كده. هنعمل حبه صلصه صغيرين للصوص بتاعي هنا للكفته، وفي نفس الوقت هنعمل الكبده بتاعتي، هنشوف هنعملها ازاي. اخد شويه توم من دول كده هنا اهي، بعد كده عندي زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، حبه زيت زيتون تاني كمان، طيب ادي التوم بتاعي اهو. النهارده بنعمل كبده اهي، وادي الطاسه التانيه شويه التوم بتوعي اهم، اللي هعمله صوص بلعايا المكعبين مرق، واحد هنا وواحد هنا، ادي واحد وادي واحد. طيب بشيل بقى كل الكلام ده واشيل دي من هنا، وابدا اشتغل مع حضراتكم دلوقتي كده. يا ست لوسي سلام عليكم. يا ست لوسي. الو، ازيك يا لوسي؟ الو ست لوسي، ازاي؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ كويس. امور يا حبيبتي لوسي؟ كويس. اموري. انا عايزه اعرف وماله العيش الفينو بيتعمل ازاي. الايه يا فندم؟ الايه؟ طريقه العيش الفينو بيتعمل ازاي. العيش الفينو؟ اه. على عيني يا حبيبتي، حاضر، بشكرك. طيب كده هنا ده المشروم بتاعي، حقيقه انا عمري ما عملت المخبوزات، ولكن انتوا كده بتخلوني افكر ان اعمل حلقه عن المخبوزات. بس نعم، ست ام عادل. الو، ست ام عادل ازاي؟ ايوه يا شيف، اخبارك ايه؟ في نعمه والله يا ست ام عادل، ان شاء الله تكوني بخير يا فندم. الله يخليك يا رب. والله انا مش مصدق انا بكلم سيادتك. ده انا خدام سعادتك. لا يخليك، تسلم يا رب. انا بس بسلم عليك وبقول لك ايه الاكلات الجميله دي. صباح الفل على ست ام عادل، ربنا يكبر بخاطرك وخليكي لينا وكل اهل الوادي الجديد بيسلم عليك. صباح الفل على شبابنا وشعبنا الجميل في الوادي الجديد. الله يخليك، تسلم يا رب. يا صباح الهنا يا ست الكل، صباح الفل يا ست الكل، اشكر حضرتك. مع السلامه. الف سلامه على حضرتك يا فندم. عملت الصلصه بتاعتي هنا عشان الكفته بتاعتي اهي،
دي الصلصه بتاعتي. وكده هنا المشروم مع التومه مع مكعب المرق مع زيت الزيتون اهو. طيب عندي ادي كزبره ناشفه، كمون. نشوف بقى ايه هنعمل ايه دلوقتي. ادي الكبده بتاعتي اهي، شفتوا بيضت ازاي لما تطلع الخل اهي كده اهي. صلاتك يا سيدنا محمد، اللهم صل عليك يا نبي. شويه ملح، شويه فلفل، وعندي الصوص شغال اهو. اشيل بقى كل الليله دي، وادي الكزبره الخضراء بتاعتي اهي اساسي اهو. شفت بقى يا عمي، نديها بقى شويه عصير ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طيب كده هنا كل حاجة عملناها قدام حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. اهو يبقى ادي الكبدة. اللهم صل على النبي. الو يا عم علي. الو عم علي. ايوه يا عم شربيني. ايوه يا عم علي. يا ولا حاجه شربيني. يا عم علي ازيك يا باشا؟ ازيك يا عم علي؟ اهلا وسهلا. صباح الهنا على عم علي من السعوديه. انا بتصل من السعوديه. صباح الفل على عمي. الله يصبحك بالخير يا حبيبي. انا الحقيقه ما اجف فيك. يا صباح ال... في طبخك وما اجف في كل شيء. صباح صباح الفل يا عمي، وامرني. طيب عم علي بشكرك على اتصال حضرتك الجميل. دي الكبده بتاعتي اهي. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. الريحه طالعه مش عارف اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه اهي كده. ده الصوص بتاعي اهو. شكرا يا عم علي من السعوديه. ادي يا حاج عاطف. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست شربيني؟ ازيك يا ست الحاج، عامله ايه؟ الله يخليك، منور الساسه. انت منوره التليفون بتاعنا يا ست الحاج. منور الساسه، ربنا يديك الصحه والعافيه. صباح الفل على ست الكل. بس عايزه حاجه لو سمحت، الكفته اللي انت عملتها في الكب كيف دي؟ مالها؟ على عيني على عيني. اهي قدام حضرتك محشيه بالجبنه اهي، وهقول لك عملتها ازاي. ادي الكفته اهي بالجبنه محشيه، عيش توست، لحمه مفرومه، عيش توست لحمه مفرومه، جبنه حلوم، بقدونس مفروم، بصل وتوم وبيض وملح وفلفل وزيت. سهله جدا حضرتك اهي، سهل جدا زي ما انتم شايفينها كده حضراتكم اهي. ادي الجبنه بتاعتي. الله الله اهي. اهو
كده شفت بقى كان عندي حق احط الفتحه من تحت بتاعت الجبنه كده. والمخرج بيقول لي اقطع لي اتنين او تلاتة عشان اشوفهم. حاضر. امنية سلام عليكم. ست امنية سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست الكل؟ تمام الحمد لله. تسلم ايديك. تسلمي لي يا ست. انا والشفا ومش قادر حتى تعزم علينا. صباح الهنا يا ست الكل. دلوقتي حضرتك كان عندي عرق فليتو وعايز اعمل لحم برد، عايز اعرف الطريقه. عندك عرق فليتو وعايز اعمل لحم برد؟ على عيني يا فندم. هو اللحمه البارده ما بتتعملش بالفليتو، بتتعمل بالتريبيانكو، لان حرام اجيب عرق فليتو بالشيء الفلاني واعدمه في بلحمه بارده. اللحم البارده بنجيب لها عرق التريبيانكو بدل عرق الفليتو، هيبقى افضل لي وارخص لي واحسن، لان هي حتى لو عملت العرق الفليتو مش هيطلع صح زي ما انت عايزه. كده هنا شويه خضره اهم، بس هقول لك نعملها ازاي برضو، يعني احنا بس مش هنسيبك عشان ما تتضايقيش مننا. نعم يا فندم. طيب كده هستاذن حضراتكم قبل ما نشطب الشغل بتاعنا، هستاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اهو ده المحطه، اهو تروحوا في حته. هو انا لما اعمل وجبه قرديحي مره من المرات مشكله؟ مفيش مشكله اصلا. يعني انا عايز اعمل اسكالوب بانيه، فراخ بانيه، مش عايز اعملها، هعمل النهارده كوسه بانيه. ايه المشكله لما اعمل كوسه بانيه؟ ناس هتعيرني وتقول لي واكل بانيه من غير اللحمه؟ طب نجرب ونجدد ونشوف هنعمل ايه؟ ايه ازاي هنعمل كوسه بانيه؟ هي هيها زي ما بعمل الكفته بانيه او السكلوب بانيه او الفراخ بانيه، بس هندعمها بشويه توابل حلوه عشان ايه؟ نتحركن عليكم ونعرفكم نوع المعرفه المطبخ. عندي كوسه وتوم مفروم وبيض ودي ولبن وبقسماط وعصير ليمون وبابريكا واعشاب وزيت وملح وفلفل. انا حطيت الكوسه قدامني بعد ما قطعها شرايح، ادي الاعشاب، ادي البابريكا، ادي الملح، ادي الفلفل كده اهو. بعيشها في التتبيله الجميله دي، خليها تستمتع منها اهو. شويه ليمون كده، نجدد في الاكل، مش لازم كله لحمه 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 اهو كده. طيب بعد ما عملتها التتبيله الحلوه دي زي ما انتم شايفين كده اهو، نعمل اللبراي بتاعي. ونشوف هنوصل لايه مع الكوسه. عندي لبراي هو بيض اهو، وادي اللبن بتاعي اهو. حبه التوم اللي انا هنسيهم، بس الحمد لله لسه ما فكرتش ان انساهم اهو. اهم حاجه عندي حبه التوم دول اهو. يا استاذ اسامه. ايوه يا شيخ. السلام عليكم يا عم اسامه. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ بين؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ احنا بنحب حضرتك جدا يا شيخ. يا صباح الفل يا حبيب قلبي، ربنا يخليك لينا يا حبيبي. تسلم ايدك على الحاجات اللي بتعملها. الله يخليك يا ابني، تامرني يا حبيب قلبي. كنت عايز حضرتك بس تقول لنا على طريقه البسيمه. اللي ايه يا فندم؟ البسيمه. البسيمه؟ ايوه. حاضر يا فندم. هجيبها لك على الشاشة. حاضر. يبقى كده نبدأ نشتغل مع حضراتكم. يا ست أم حبيبة،
بشكرك على اتصالك، حاول تكلمينا تاني يا ست الكل، احنا اسفين جدا الخط ما وصلش كده. هنا عندي دي وبيض ولبن وبقسماط زي ما بعمل اي اسكلوب اهو، ويسك انا عايزه تشبع في التتبيله. ادي الدقيق بتاعي كده اهو كده، عايزه تشبع بالدقيق بتاعي عشان كده اتبلها اهو. وادي البلابراي بتاعي عشان برضو كله بالبركه كده اهو، عشان ايه نعرف نشتغل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه حطيت كله مع بعضه يا جماعه؟ عشان استغل التوم بتاعي والتوابل اللي فيها اهي كده. نجيب بس حاجه اطلع فيها الوافل اللي طلب مني على الهواء قدام حضراتكم، والبيتزا على الهواء قدام حضراتكم، وعيشوا حياتكم زي ما انتم عايزينها. وايه صوروا بالموبايل عشان خاطر تحفظوها كده. شفت بقى لما بحط كله مع بعضه عشان تشف معايا وتاخد معايا التتبيله اللي جوه. عندي الزيت بتاعي بيسخن اهو، ست ام حبيبه. الله، ايه يا حاجه في ايه؟ هو التليفون مش قصادك ولا ايه بالظبط؟ كده اهو. عايز الزيت بتاعي يسخن جدا. صلي على حضرة النبي عشان ربنا يكرمنا. انتهيت من التتبيله زي ما حضرتكوا ده شايفين اهو. اشيل بقى كل الحاجات دي. مهم جدا يا ست رشا يكون عندي الزيت سخن. ازيك يا شيف شربيني؟ ست رشا ازيك؟ وحشتنا والله. صباح الهنا يا ست رشا، ازي حضرتك؟ الحمد لله انا بخير طول ما انتم بخير. بقول لك ايه يا شيف شربيني؟ اموريني سعادتك. الحمد لله ربنا يبارك لك ويخلي لك ابنك علاء يا رب ويبارك لك فيه. اموريني سعادتك. ربنا يخليك ويخلي لك احفادك. الله يخليك. بص يا شيف شربيني والنبي عشان خاطري. اتفضلي. ممكن بعد اذنك تشتري كرومبا وتسلقها وتقطعها قدامي بطريقه سهله اعرف ازاي اقطعها؟ وغلاوتك لعمل لك حلقه على المحاشي كلها. شوف. لا بص انا بعمل ورق العنب بيجنن وبعمل المحاشي كلها. بقول لك وغلاوتك لعمل لك حلقه خاصه على المحاشي الاسبوع ده كمان.
ربنا يخليك. خلاص غالي غالي والطلب رخيص يا ست الكل. تسلم لي ربنا. يوم الخميس، يوم الخميس هعمل لك حلقة على جميع أنواع المحاشي والكرنب وكل اللي انت عايز تفكري فيه هنعمله لكم. امال احنا لو ما عملناش الكرنب مين هيعمله؟ بشكرك على اتصال حضرتك يا ست الكل، واحنا خدامين حضرتك وهنعمل لكم دايما اي حد نفسه في حاجة يقول لنا. امال احنا جايين هنا بس نتمنظر على الناس ونقعد على في الكنترول كده ما نعملش حاجة بس وماسكين البتاع اللي هو عامل زي الاتاري ده مش كده عم الحاج ولا انا بتكلم في ايه؟ يا ست اسراء سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ اسراء ازيك؟ عامل ايه؟ في نعم والله يا اسراء، انت اخبار حضرتك ايه؟ يا عمهم يا سيدهم انت يا جامد. نعم يا فندم. يا عمهم يا سيدهم يا جامد. الله يخليكي. والله انت حبيب قلبي. ربنا يسترها معاك يا ست الكل، اتفضلي. انا بتمنى بس ان انت تدعيني كده ان ربنا يرضيني. ربنا يرضيكي بحق جه النبي يا رب. يا رب بحق الايام المفترجه ديت ربنا يرضيك. نقولك اللي في بالك يا ست الكل. يا رب يا رب ربنا ان شاء الله ربنا يرضيك وياخد يجبر بخاطرك ان شاء الله. بشكرك يا بنتي، ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يجبر بخاطرك ويرضيكي. الرضا ده اهم حاجه من ربنا، ربنا يرضينا جميعا. كده اللهم صل على النبي اهي. مش عايز ازود عليها في التحمير عشان تطلع كريسبي. يعني ايه كريسبي؟ يعني كل الاقيها مقرمشه كده، الاقيها مقرمشه في بقي. كده اهو. لازم نغير يا جماعه في المطبخ ونجدد، مش كله لحمه لحمه لحمه. نغير شويه في اكلنا عشان نستمتع بيه اهو. كده اشيل بقى الليله دي كلها من هنا. طيب ادي الطبق بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر الله. ست مريم سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو، ايوه يا مريم. ايه عم شيف، ازيك يا مريم، اخبار حضرتك ايه؟ ازاي حضرتك انت؟ انا في نعمه والله يا بنتي، ربنا يخليكي ويحفظك ليا. وانت عامل ايه؟ في نعمه يا حبيبتي. أكلك عسل يا شريف. اتفضلي معانا يا ست العرايس. ايه؟ اتفضلي معانا، تعالي كلي معانا. عايزة تفاح بالعسل. عايزة ايه؟ تفاح بالعسل. تفاح بالعسل. ماشي. يعني ايه؟ معلش خليكي معايا كده شوية بس، ايه تفاح بالعسل ده؟ ايه؟ اللي هو بيتعمل كده بالألوان؟ شكرا يا شريف. يعني عايزة التفاح اللي بيتحط كده بالستيكس؟ اللي هو ملون احمر كده وبيبقى شكله جميل. حاضر، على عيني على عيني، هعمل لكم برضو في الحلقه بتاعه الاطفال تفاح بالعسل. على عيني بس كده تأمري يا عسل. تفاح بالعسل زمان كان بنجيبه من قدام المدارس، بس كان تفاح صغير دوت التعبان دوت البلدي، بس سبحان الله كان فيه طعم جميل جدا. التفاح الصغير اللي كان من بعد ده اللي بتاع قدام المدارس بيعملوه بالكراميل كده اللي هو الملون، كان بيبقى طعمه جميل جدا. ست ام خلود سلام عليكم. سلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ ازيك يا ام خلود؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. بعودة الايام يا ست، كل سنه وانت طيبه يا فندم. وحضرتك طيب وكل العاملين طيبين يا رب، وبصحه وسلامه. كلنا هنا في المدينه بنسلم عليكي وبنشكرك على اتصالك وبنقول لك. انا اتفضلي. احب القنوات الى قلبي والله، انا كل يوم اعدلها من الصبح لبالليل. والسي بي سي بتحترمكم وبتقدركم وبتتمنى اي خدمه ليكم. كلكم بحبكم جدا جدا جدا، وبتمنى لكم دايما التوفيق يا رب. الله يسترها معاكي دنيا واخره يا ست الكل. بشكر حضرتك على كلامك الجميل
وبقول لك بشكرك يا اختي عزيزه يا محترمه اللي بيحبنا. احنا بنشيل جزمته على دماغنا، يعني مش بقولها حد بيحبنا احنا نكرهه، احنا كلنا وكل الكاست اللي معانا هنا جاي عشان يسعدكم ويعمل حاجه ترضي حضراتكم، ويا رب نبقى اكون دايما كده عند حس ظنكم وبنقدر نعمل حاجه تراضيكم، لان احنا من غيركم ولا حاجه. نقول لك احنا كذا وكذا وبتاع وتطفط وتطم في الغيب، ابدا انتوا اللي بتوصلين لنا كل حاجه، وبيكوا بنعمل كل حاجه حلوه. يعني احنا لو مش الكاست كده بنيجي كلنا متكاتفين مع بعض نعمل شغل حلو ونطلع حلقه جميله لحضراتكم ما يبقاش ليها لازمه. احنا جايين هنا عشان نرضي حضراتكم اللي انتوا عندنا بالدنيا كلها. يبقى انا عملت الكوسه البانيه اهي. المخرج بتاعي بيقول لي بيت بتشتغل قرديحي اهي. الله الله متغاظ مني مش عايز يجيبني وانا باكل. عايز حته يا سيد؟ طيب عايزين من ايه تاني قبل ما اروح؟ اروح بقى ولا ايه يا عم ابراهيم؟ اروح. طب الحمد لله الراجل قال لي روح مش عايزك، مبسوط مني وقال لي ما تجيش تاني. بشكر حضراتكم على متابعتكم. بقول لكم يوم الخميس ان شاء الله هنعمل حلقه خاصه عن جميع المحاشي، واللي ليه رأي في أي محشي عايز يعمله في خلال الفترة دي قول لنا عشان نعمله مع بعض. بشكركم على حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.